لك هاي انا عامل عمليه قلب مفتوح، وانا ما يعني ما بخاف من حديث الحكيم. اي حديث؟ انه انا 18 سنه بموت. انا قطعت المسافات لاجل خالد، فهو شراره اللي راح توصل الرساله لكل طبيب في هذا العالم، انه لا يحسب عمر الشخص رقم عدد او ساعات. انت صح عندك قراءات طبيه، وانا احترم هذه القراءات وهذا العلم اللي عندك، لكن لا تخبر المريض ان بهذه الساعات، لان هذا غيبيات ولا يعلم فيها الا رب العالمين. وهذا ممكن يكون في له اثار مدمره لاي مريض. لا تقتل الانسان وهو على وجه الحياه. لا تقتل وهو على وجه الحياه. خالد اليوم لازم يقرر ان الحياه راح يعيشها، وانت شخصيا وفريق عملك ساهمتم بالكثير في ايصال هذه الرساله للعالم. هلا وينه خالد؟ اتمنى يكون موجود. معقول هو يفاجئك؟ اتمنى. واو ياي. خالد فيني. شكرا 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 خالد، انت بطل، انت انسان عظيم. بنعيش العمر المديد صح؟ نبطل نحسب كم يوم احنا راح نعيش، اي كم سنة، لا نهاية، ما في رقم. قلت لك بدها تفاجئك، انت فاجأتها بعيدها الأربعين اليوم، وهلأ مناهل راح تخبرك إلك. انت كنت عم تسمعها شو عم تحكي. انت عرفت ليه هي اجت؟ تعرف كم ساعة من البحرين إلى لبنان؟ 12 ساعة. كنت قابلها بيوم أنا في المستشفى، فقررت أني ألتقي بخالد العظيم، خالد المشهور، خالد اللي راح يعيش عمر ما لا نهاية. خالد، أنت اسمك خالد صح؟ تعرف شنو يعني خالد؟ ما تعرف شنو يعني خالد؟ معناته الشيء اللي راح يظل فترة طويلة ما حد ينساه، يعني اللي راح يعيش عمر كبير. أنا اليوم هني علشان أقابلك، لأن أنت خالد المشهور، خالد العظيم. أنت قلت في حلقة أستاذ مالك وقت اللي طلعت معاه أنه حاب تكون مشهور. أنت بتعرف أن البحرين كلها تعرف خالد؟ والخليج كامل يعرف خالد؟ تعرف ليش؟ ليش؟ لأن أنت إنسان عظيم،